صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما لا يسمع المأمومون تكبيرة التشهد الأول وظلوا سجودا حتى قام الإمام إلى الركعة الثالثة ولم يجلسوا للتشهد الأول، ماذا على المأموم وماذا على الإمام؟ الإمام ما عليه شيء لأنه ما ترك شيء، لكن المأموم ترك التشهد الأول يتابع الإمام ويسجد للسهو. نعم.